بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. حلقتنا النهاردة سنة أولى كمبيوتر بتاعت موقع تعلم، محدثكم إبراهيم عبد الحميد. حلقتنا النهاردة عن النت. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن النت بشكل عام، دلوقتي هنقلب في النت شوية. الحلقة اسمها تعالى نقلب في النت شوية. هدف الحلقة ان احنا نتعرف على ازاي نستغل الانترنت استغلال سليم، يعني ازاي نستفيد بيه، وايه المواقع المهمه، وايه اكتر واشهر المواقع العالميه، ونتعرف على اساميها عشان في مراحل متقدمه او في قدام ان شاء الله وفي حلقات جايه هنقدر ان احنا نتعامل مع المواقع ديت، او هناخد موقع منهم ونقول فوائده، زي ما احنا عملنا مع موقع جوجل كده. بس لسه في حاجات تانية في جوجل، ولسه في حاجات تانية في ياهو، ولسه في حاجات تانية في مواقع تانية كتير. فنفتح الانترنت اكسبلورر. ده جوجل. طبعا احنا المره اللي فاتت عرفنا ازاي جوجل يبقى الهوم بيج بتاعتك عن الصفحه الرئيسيه، يعني الصفحه اللي اول ما تفتح الانترنت اكسبلورر تلاقيها في وشك. هناخد بعض المواقع المهمه. طبعا جوجل ده من اهم واشهر واكتر المواقع اللي بيتعامل بيها المستخدمين على مستوى العالم كله، وقلنا انه محرك بحث عالمي وكل الناس بتستخدمه، وقلنا اللي بتعامل معاه ده اسمه جوجل مصر، اللي مكتوب تحت مصر كده، يعني جوجل صفحه جوجل متعلقه بالمصريين خلاص. يعني نتائج مختلفه، بتبقى مختلفه من بلد لبلد في حدود معينه، يعني مبتبقاش مختلفه تماما بس بتبقى مختلفه الى حد ما خلاص. فده موقع جوجل. لو انا عايز ابحث عن اي كلمه بكتبها في الموقع ده، مثلا ابحث عن تعليم كمبيوتر، لو انا عايز ازود معلومات عن الكمبيوتر اكتب اللي انا عايزه، فهلاقي حاجات كتير او نتائج كتير. هقوم داخل على اي نتيجة منها فاتحها وايه واري اللي فيها. لو انا عايز ابحث عن شخصية من شخصيات، مثلا عمر بن الخطاب، هلاقي بقى طبعا اول ما احط شخصية او احط حاجة مشابهة الاقي ايه الويكيبيديا اللي عليه السيرة الذاتية. وهلاقي طبعا بحوث متعلقة تحت، يعني ايه ريليتد، يعني ريليتد سيرش، يعني حاجات لها علاقة بالموضوع ده. فطبعا سيدنا عثمان بن عفان و وعمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين وابو بكر الصديق، كل دي حاجات لها علاقه بسيدنا عمر بن الخطاب. فالجوجل من كتر ما الناس بتبحث عليه كون علاقات ما بين ايه ما بين الحاجات اللي الناس بتبحث عليها. ده تاني موقع عندنا النهارده اللي هو الويكيبيديا. الويكيبيديا دي يعني موسوعه حر، يعني الناس بتكتب عليها حاجات عن كل حاجة، كل حاجة في الدنيا زي دائرة معارف، أو يعني زي الموسوعات أو الإنسيكلوبيديا اللي موجودة في أمريكا وموجودة في بريطانيا. بس هي دائرة معارف فيها مشكلة كبيرة حقيقة. هي إيه؟ هي مشكلة، يعني ميزة وعيب أو سلاح ذو حدين. ان الحاجات اللي مكتوب عليها بيبقى كاتبها اشخاص عاديين او متخصصين، احيانا عاديين واحيانا متخصصين، فالمعلومات اللي عليها احيانا بتبقى غلط خلاص. فعشان كده طبعا ما ينفعش ناخد معلومات دينيه او السيره الذاتيه بتاعت سيدنا عمر ديت مثلا، ما ينفعش ناخد كل الحاجات اللي فعلا انها موثوق بيها، ان اللي قد يكون اللي كاتب انسان مش متخصص، وقد يكون اللي كاتب ناقل من مصادر مش موثوق بيها. هو تحت يكتب لك بعض المصادر، هو كاتب لك المراجع تحته، كاتب لك خلفاء المسلمين قبله مين وبعده مين، يعني ايه العشرة المبشرون بالجنة، مشاهير الصحابة وزراء الرسول خلاص. فانت اي موضوع هتلاقي فيه في الويكيبيديا حاجة حاجة ليه، يعني اي موضوع عام هتلاقي في الويكيبيديا حاجة ليه. في الويكيبيديا هنا هتلاقي بحث، هتكتب هنا اسم الحاجة اللي انت عايزها، لو قلت له اذهب يبقى هيوديك على الموضوع على طول، لو قلت له ابحث هيعمل لك بحث زي بتاع جوجل ويديك شوية نتائج تختار منهم اللي انت عايزه. اظن الكلام واضح. الصفحه الرئيسيه هيفتح لك الصفحه الرئيسيه بتاع الويكيبيديا، الاحداث الجاريه، ده هيديك معلومات عن الحاجات اللي بتحصل دلوقتي.
دي الصفحة الرئيسية بتاع الويكيبيديا، من ذاكرة الويكيبيديا يقول لك بقى ان حصل كذا وكذا وكذا 15 فبراير 16 فبراير، خلاص دي الصفحة الرئيسية الأحداث الجارية هي. طبعا كل دي موضوعات، كل اللي تحت دي لغات تانية يعني لغات أخرى، يعني نفس الموضوع ممكن ألاقيه بأكتر من لغة. لو أنا مش حابب أقرأ عربي أقرأ إنجليزي. 15 فبراير الأحداث الجارية فيه، هتنزل بقى يقول لك إيه حصل، حركة حماس تعلن، دي جايبها مثلا من رويترز، بيقول لك أنا جايبها منين، دي جايبها من موقع الجزيرة، ده جايبها من موقع العربية، ده جايبها من موقع البي بي سي، خلاص. يعني هو كمان عامل زي جوجل أخبار، جوجل الاخبار اللي هو بتجيب منه، اللي هو جوجل بيبحث لك عن في موقع الاخبار ويجيب لك شويه اخبار مهمه او مكرره، خلاص كويس جدا. في حاجه عايزين نرجع للسياسه الذاتيه بتاعت عمر بن الخطاب عشان نجرب موضوع اللغه ده قدام حضراتكم. لو نزلت تحت هلاقي السياسه الذاتيه مكتوبه بتاعت عمر بن الخطاب بكل اللغات دي، خلاص. فانا هجيب الانجليش، هلاقي السيرة الذاتية بالانجليزي. طبعا بشكل عام في المواضيع العلمية او المواضيع المعاصرة الانجليزي احسن كتير من العربي. يعني انت لو بتبحث في موضوع علمي، واحد بيعمل مطلوب منه تقرير او بحث في الكلية مثلا او في الجامعة، الويكيبيديا انجليزي اعلى من الويكيبيديا عربي بمراحل، بسبب ان الاجانب لما يكتبوا حاجة بيبقوا بيفهموا فيها قوي او يعني متخصصين فيها، ما في حد بيكتب في دور حد تاني. انما احنا عندنا مشكلة ان احنا ايه بنكتب بشكل لحد كبير عشوائي، خلاص. دي السيرة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب باللغة الإنجليزية. لو رجعنا بقى للغة العربي برضو باك، طبعا بيرجعنا باك اللي انا ضغطت عليه ده، بيرجعنا للصفحة اللي احنا كنا فيها قبل كده، ولقينا هنلاقي كلام ازرق، كلام مكتوب، هنلاقي كلام مكتوب باللون الازرق. اي حاجة مكتوبة باللون الازرق او اي حاجة وانا بصفح النت، اول ما اقف على كلمة السهم اللي انا بشيل بيه السهم اللي قدام حضراتكم ده، اول ما يتحول لايدي يبقى انا كده ممكن اضغط على الحكايه دي. فده محمد بن عبد الله وفي كعب يجتمع نسبه مع نسب محمد بن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانا لو ضغطت عليه هيجيب لي بقى سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. لو ضغطت على كلمه الاسلام كان هيجيب لي حاجات عن الاسلام، أو يعني ايه تعريف كامل بالاسلام. لو ضغطت على اي حاجه زرقاء هيجيب لي الموضوع ده بشكل عام، تعريف ايه بي. بس طبعا قلنا ان اللي كاتبين دولت قد يكونوا اشخاص غير متخصصين، يعني اصل اي حد ممكن يكتب على الويكيبيديا بيشترك معاهم وبيسمحوا له ان هو يكتب وخلاص، ما بيقولوش بقى انتم مؤهلاتك ايه ولا انت تكتب في الموضوع ده ليه، ولا هم عندهم مثلا 1000 كاتب عندهم في موقعهم او في شركتهم بيكتب، لا ده اي حد خلاص. في نفس الموضوع بقى موضوع اللغه. فاحنا لحد دلوقتي خدنا موقعين مهمين جدا، جوجل والويكيبيديا. الويكيبيديا بقى زي ما قلنا هتلاقي عليها موضوعات كتير جدا، هي موسوعه بشكل عام، موسوعه قيمه جدا، رغم ان قلنا ان ما تاخدش كل المعلومات اللي فيها بشكل موثوق بيه. وكل المعلومات اللي على النت على فكره، يعني النت مرجع يتميز بان المعلومات اللي عليه كتير وقويه وحديثه ابديت، يعني بتتجدد باول باول، بس في نفس الوقت مش كل المعلومات اللي عليه صحيحة، محتاج انك تبحث وتدور وتشوف وتقارن، انك هتلاقي معلومتين عكس بعض اصلا وانت بتدور عن، انت هتلاقي حاجات عكس بعض. فانت في الحالة دي لو انت متخصص هتقدر تقيم وتقدر تعرف من الصح من الغلط. طبعا في موقع تاني اللي هو الياهو، ده موقع برضك ممكن اعمل عليه سيرش، هكتب هنا في جوجل ياهو عادي. طبعا السيرش بتاع جوجل بشكل عام اقوى من السيرش بتاع ياهو. ده ياهو ويب اللي هو عادي، يعني بيبحث في النت كله. ياهو ايميجز يعني بيبحث في الصور، زي هنا لو رجعنا لجوجل هنلاقي هنا ايه، جوجل صور هنا، فهنا في ياهو ايميجز. ياهو فيديو بيبحث في فيديوهات، يعني اي فيديوهات موجوده على النت هو بيحاول يطلعها. شوبينج ده لو انت عايز تعمل شوبينج هتلاقي مور، بقى لو ضغطت على مور دي هتلاقي ياهو انسرز، دي خدمه انك تسال سؤال ما تكونش عارف اجابته وناس تجاوبك عليه او ناس تسعى معاك انها تجاوب عليه. جوبس دي البحث عن وظائف، نيوز دي الاخبار.
طبعا الحاجات دي لو حضرتك قعدت تقلبها كده تكتشف حاجات جميلة جدا، خاصة إذا كنت يعني بتتعامل بالإنجليزية كويس. هو طبعا مستوانا كعرب في النت معقول، بس طبعا النت أولا وأخيرا لغته الأم هي اللغة الإنجليزية. يبقى احنا كده اخدنا جوجل وياهو، من اهم واقوى المواقع العربية بقى على النت كله موقع اسلام واي. اسلام واي، انا لو مش عارف يعني جوجل بشكل عام انت بتكتب في اي حاجة، لو مش عارف اسم الموقع ومش عارف عنوانه، لو عارف اسم شخص وما تعرفش بيانات عنه، لو عارف اسم حاجة، اي حاجة تكتبها في جوجل، حتى لو سؤال، لو انت عايز تكتب ما هو الانترنت، ما هو الحب، ما هو الاسلام، اي حاجه بشكل عام اكتبها، زي ما تخطر على بالك اكتبها في جوجل. في قاعده ذهبيه بتقول كده، زي ما تخطر على بالك اكتبها في جوجل. مش دايما هتلاقي النتائج اللي انت عايزها، واحيانا كتير هتحتاج تدور، واحيانا كتير هتحتاج تدور باكتر من صيغه، يعني تكتب كلام وما تطلعش النتيجه اللي انت عايزها، فاكتب كلام تاني. دايما ما تملش يعني من التدوير على جوجل. ده موقع اسلام واي، ده موقع اسلام واي، ده اكبر موقع ديني على مستوى العالم كله، صنف المواقع الكبرى على انه اكبر موقع ديني على مستوى العالم، وترتيبه متقدم جدا عالمي. هتلاقي بقى عليه كل الحاجات الاسلاميه اللي انت ممكن تحتاجها، الدروس والاناشيد والقران، وهتلاقي مرئيات وفلاشات اسلاميه، موقع قوي جدا يعني. خلاص، كمان هنلاقي موقع مشهور جدا ومهم برضو اسمه اسلام، اونلاين. دي شبكة اسلام اونلاين، دي شبكة يعني بتقدم خدمات كتير جدا. شوف شكل بس الموقع غير اسلام اونلاين. شوف بقى من مميزات ان انت ممكن تفتح 20 صفحة مع بعض، يعني انا ممكن ابقى اقرا 20 موضوع في نفس الوقت، فاتحهم وبخلص واحد بخش في التاني. كتبت الجزيرة عشان اخش على موقع الجزيرة، طبعا الجزيرة غنية عن التعريف. ده موقع اسلام ويب، ممكن تتصفحه بقى. تصفح الموقع هو ان انت تقف على اي كلمة، والسهم متى ما السهم تحول لقيت خلاص تضغط، متى ما السهم تحول لقيت تضغط كليك شمال، والكلام اللي فوق ده برضك ممكن تضغط عليه. شبابيه، استشارات شبابيه اماميه. طبعا الموقع من احد اهم الخدمات اللي هو بيقدمها لك ان الاسلام اونلاين بيقدم لك استشارات في كافه الحاجات، يعني ناس متخصصه بترد على اسئلتك. لو عندك استشارات دينيه او نفسيه او عندك مشاكل او عندك اسئله، حتى لو كانت تكون الى حد ما اقتصاديه او كده، يعني في ناس متخصصه بتحاول انها تتعاون معاك عشان تجاوب على اسئلتك، وزائد طبعا المعارف العامه والثقافه والافكار والاحداث الجاريه. هتلاقي يعني موقع قوي جدا. ده موقع الجزيره. طبعا الجزيرة يعني موقعها فيه اكتر من حاجة، فانا اقول اخوكم داخل على الجزيرة الفضائية. كده خلصنا اسلام اونلاين او مقفله. طبعا لو عايز اتصفح اكتر من موقع، لو عايز حبة ابقى على الجزيرة وحبة على اسلام اونلاين، بضغط على دي وبضغط على دي، اشوف اللي انا عايزه. خلاص، المواقع الفضائية، المواقع الإخبارية، أو قصدي يعني مواقع القنوات الفضائية، بتلاقي عليها حاجة اسمها خدمة البث الحي. فأنا أقول له هنا مشاهد قناة الجزيرة، يعني إن أنا عايز أبقى قاعد على الجزيرة شايفها، بدل ما أشوفها على الديش أو على الرسيفر، أشوفها على النت. لا ده هنا كاتب لي الامتدادات، كاتب لي قصدي الاحداثيات والحاجات اللي انا ادخلها في الجهاز. الاقي في حاجه اسمها البث الحي لقناة الجزيره، اهو البث الحي فوق اهو. اضغط على البث الحي هيجيب لي صوت الجزيره، هيجيب لي الجزيره كاني قاعد قدام القناه. خلاص،
طبعا من اشهر واقوى المواقع على مستوى النت كله في الفيديو، في مقاطع الفيديو بشكل عام. الفيديو قدامنا، بس ممكن البرنامج اللي انا بسجل فيه يظهر لك صورة سودة. احنا صفحة الجزيرة عادي. طبعا اول ما بنلاقي زي ما لقينا هنا كده سهم جنب اي حاجة بنضغط عليه، بيفتح لي قائمة بختار من اللي انا عايزه، اسم البرنامج او اسم المذيع. هنا اسم المذيع، لو انا بحب مذيع معين في الجزيرة وعايز اعرف برامجه وعايز اعرف البرامج، اسم البرامج هي البرامج الحقيقية. مثلا ممكن نجيب مع هيكل، هنلاقي اخر حلقة للبرنامج، او مش شرط اخر حلقة يعني، بس هنلاقي حلقة البرنامج مكتوبة يعني، موجود لها صوت، الصوت بتاع الاستاذ هيكل، وفي نفس الوقت موجود لها التفريغ بتاعها يعني، ده الكلام اللي هو قاله حتى وان كان حديث بالعامية، بيكتبوا نفس الكلام. خلاص بتصفح انا بقى الموقع بالشكل ده، وبعرف الاخبار، وبشوف بقى السمع لاحداث النشرات الاخباريه التفصيليه الاقتصاديه والرياضيه، وكاتب لك الميعاد بتوقيت مكه وتوقيت جرينتش، السمع لاحداث التقارير السياسيه الاقتصاديه الرياضيه. هنا قلنا الحاجات ديت، ما اظنش ان في حاجه تانية. طبعا الجزيره في كذا حاجه، الجزيره نت ده الموقع نفسه، الاخبار ده لو انت عايز تعرف اخبار بشكل عام، ده القناه الفضائيه، دي المعرفه لو انت عايز تكون معارف اقتصاد والاعمال الحريات والحقوق، مواقع اخرى للجزيره، اضغط على السهم افتح لي موقع الجزيرة دراسات، وموقع الجزيرة تدريب، وموقع الجزيرة انجليش. خلاص كده اتعرفنا على فكرة التصفح بشكل عام. قلنا ان من اشهر واهم المواقع على النت في الفيديو موقع اسمه اليوتيوب. اليوتيوب فانا ضغطت على اليوتيوب كده، ده موقع اليوتيوب اول ما تدخل عليه. طبعا انت مش حامل عليه اكونت، انا هخرج ساين اوت ديت عشان الحساب بتاعي انا الغيه، او الحساب اللي مفتوح على الجهاز دلوقتي الغيه. ده موقع اليوتيوب، بتكتب اسم تعمل سيرش برضه، تعمل بحث على الحاجه اللي انت عايز تعرف عليها في البتاع. كتبت مثلا تعليم كمبيوتر وبيجيب لك كمان اقتراحات زي جوجل، ولو عايز تلغيها ممكن تلغيها. هنبقى نتكلم على اليوتيوب بتفصيل اكتر بعد كده، وهنشوف ازاي نعمل حساب عليه ونشوف كل حاجه. ده تعليم كمبيوتر اهو، شوف سنه اولى كمبيوتر بتاعتنا موجود منها حلقه اهو على اليوتيوب. اللي هي الحلقه بتاعت يعني ايه ويندوز. وهنلاقي تحت تعليم كمبيوتر في حاجات تانية، وفي الشبكات، وتعليم كمبيوتر ادفانسد في حاجات متقدمة، وتلاقي تعليم اكسل 2007، هتلاقي حاجات كتير جدا، وتلاقي ناس رافعة حاجات مهولة يعني وجميلة جدا ممكن تتعلم منها زي ما انت عايز. كويس كده اتعرفنا على اليوتيوب، فبنعمل سيرش على الموضوع اللي احنا عايزينه. لو عايزين مثلا واحد بيحب شخصية معينة ايا كان، مثلا واحد مثلا ما اتفرجش على خطاب او حديث اوباما مع قناة العربية، فتكتب اوباما العربية او قناة العربية. هتلاقي ده بقى حديث اوباما مع قناة العربية، طبعا بتقوم واقف عليه، واقف على الفيديو نفسه يعني، او واقف على الكلام لحد ما لقيت تيجي لك جهاز تقيل. ايوه لحد ما لقيت تيجي لك او لقيت تظهر، وبعدين اوبن ان نيو ويندو عشان الصفحه الاصليه تنها مفتوحه، وتفتح صفحه جديده او تفتح صفحه في ويندو جديده. خلاص طبعا الاصدار اللي عندي من داتا اكسبلورر ده قديم، ممكن يكون عندك احدث منه، ده انت دريكس برو 7 6 في 7 و8 و9، ف لو عندك احدث استعمل معاه عادي يعني، مش مفيش فرق كبير في التعامل، بس اهم حاجه يعني تبقى عندك الفكره. خلاص انا مستني الفيديو يفتح اهو، طبعا هو كده تقيل ف
فاديله فرصة ان هو يخلص اللي هو بيعمله. ماشي، على ما يخلص اليوتيوب نكون روحنا كتبنا على حاجة تانية. ايوه ده خطاب اوباما اهو. خلاص ده فيديو عادي، بنوقف من هنا وبنشغل من هنا. لو انا عايز اوقف ستوب بوز بضغط هنا، ولو انا عايز اشغل برضك بلاي بضغط هنا. خلاص كويس جدا. لو عايز اضيف تعليق، بس لازم عشان اضيف تعليق يبقى ليه اكونت ليه حساب. خلاص بلاقي هنا مور انفو، بضغط على مور انفو، ده بيجيب لي بقى انفراد العربية بأول مقابلة مع أوباما، هو دليل عمالة قوات العربية الجزء التاني. خلاص ده ابلود لو انا ليا حساب، لو عايز ارفع هنبقى نتكلم عن الحاجات دي بعدين. وسبسكريب دي لو انا عايز اسجل مع الراجل ده، بحيث ان اي اضافة يضيفها الراجل ده او الشخص ده على الاكونت ده يعني الحساب ده على النت على اليوتيوب، بيتبعت لي على الايميل ان انا ان الراجل ده ضاف حاجة جديدة، فانا عشان اشوف يعني. نرجع بقى للشهير جدا ومهم جدا اسمه اليكس. اليكسا ده وظيفته ايه؟ اليكسا ده بيراقب النت وبيشوف المواقع اللي الناس بتدخل عليها كتير، وبيشوف الناس بتقعد عليها قد ايه، وبيرتب المواقع على مستوى العالم من حيث اكتر مواقع الناس بتقعد عليها او اكتر مواقع الناس بتدخل عليها. خلاص فانت من خلاله بتقدر تعرف اكتر مواقع اللي المصريين بيخشوا عليها، ومن خلاله تقدر تعرف اهم المواقع في العالم في كافة المجالات. يعني لو انت عايز تعرف اهم المواقع الدينية في العالم، هتلاقي مواقع دينية اسلامية ومواقع دينية يهودية ومواقع دينية نصرانية، وهتلاقي مواقع دينية كافة الافكار والمعتقدات يعني. خلاص لو انا عايز ابحث عن اي موقع بكتبه هنا. طب لو انا عايز ابحث عن برنامج على ما اليكس هيفتح، هنشوف بقى. لو انا عايز ابحث عن برنامج، يعني مثلا انا عارف ان في برنامج لضغط الملفات اسمه الوين رير، فاقوم كاتب الوين وين رير او الوين رار، كاتبه كده اهو، وبعدين ضغط على انتر او ضغط على بحث، فيطلع لي بقى نتائج البحث. ده نتائج البحث، ما هطلع لي طبعا طلع لي موقع البرنامج اهو وين رار. خلاص باور ويندوز تول ده بضغط عليه وبخش على البرنامج لو انا عايز اعمله داونلود. يعني لو انا البرنامج ده مش عندي وعايز اجيبه، بجيبه منين؟ بجيبه من على النت. بلاقي حاجه اسمها ترايل فيرجن، النسخة التجريبية لو حابب استخدمها. كمان في حاجة اسمها السيريال وكراك. السيريال وكراك ان انا استخدم البرنامج كأن صاحبه مع اني مش صاحبه، او ده السيريال. الكراك يعني السيريال ده رقم سيري، المفروض يبقى صاحب البرنامج، بس صاحب البرنامج بيحطه على النت فكل الناس بتستخدمه. طبعا دي حاجة غير شرعية وغير قانونية. الكراك بقى ان انا ادمر ملفات معينة في البرنامج، بحيث ان البرنامج ما ياخدش باله ان انا مش صاحبه، مش ما ياخدش باله ان هو اصلا ما يقدرش يعمل لي حاجة او ما يوقفش يشتغل. فالكراك ده عباره عن تدمير للفكره دي. في حاجه ثالثه اسمها كيجن بقى، ان انا اعمل سيريال جديده كل شويه، في يعني مجموعه سيريالات كتير بختار منها اي واحد وادخل عليه، حاجات زي كده يعني. هنبقى نتكلم فيها بتفصيل، بس بديك فكره عامه واحنا بنتصفح الموضوع ده. اليكسا تمام. طبعا اليكسا دلوقتي وات از هوت اون ذا ويب رايت ناو، ايه المواقع اللي شغاله دلوقتي على النت. او يعني هو طبعا يعني سخنه موقع حر، مش موضوعنا الموضوع ده. انا عايز اقول توب سايتس، يعني اعلى المواقع او اكتر المواقع او اشهر مواقع باي كانتري. ده اليوتيوب لسه مفتوح. طبعا لو انا عايز اجيب نتائج صفحه جديده، وكمان حكايتي في جوجل نسينا نقول ان دي الصفحه الاولى بس، يعني دي مش كل النتائج. شوف النتائج اللي طالعه قد ايه، دي النتائج من 1 لـ10، يعني في قلب الصفحات دوت 10 نتائج بس، من رقم 1 لرقم 10، من حوالي كام؟ 29,900,000. يعني في جوجل 29,900,000 نتيجه عن الموضوع ده. خلاص فانت لو عايز تقلب الصفحات هتضغط على 2 3 4، او تضغط على التاليه يجيب لك الصفحه اللي بعدها، الصفحة اللي بعد 1 2، بدل ما تضغط على 2 يعني. خلاص
في عندك تحت النصائح للبحث، لو انت يعني مش واصل النتيجة بتاعتك وعايز تخش على نصائح للبحث تشوف ازاي تحسن بحثك، في عندك تحت هتلاقي بحوث متعلقة بالموضوع ده، ناس قبل كده بحثت وكتبت الكلام ده، ف يعني تبحث زي ما هم بحثوا وتشوف النتائج اللي هم وصلوا لها. هتقوم جايب بقى بلدك من هنا، ده توب سايتس، دخلنا رجعنا لأليكسا طبعا، هتقوم جايب بلدك من هنا من التوب سايتس، انا هدور على ايجيبت طبعا مترتبين ابجدي، فانا هدور على حرف الاي هلاقي ايجيبت، ادي ايجيبت. لو عايز طبعا تشوف بلد تانية مفيهاش مشكلة، هتشوف دلوقتي اهم 100 موقع او اكتر من 100 موقع المصريين بيدخلوا عليهم، من خلال ده بقى تقدر تصفح المواقع، يعني ده جوجل مصر، جوجل بتاع مصر ده اكتر موقع المصريين بيدخلوا عليه، وبعدين الياهو، وبعدين الفيسبوك. الفيسبوك دي شبكة اجتماعية، يعني ايه شبكة اجتماعية؟ صاحبها اصلا كان عاملها لطلبة الجامعة في جامعة هارفارد، جامعة هارفارد جامعة في امريكا، كان عامل الموضوع ده عشان الطلبة تعلي علاقاتها مع بعض، تتكون علاقات وروابط جديدة. المهم الموضوع نجح اوي لدرجة ان العالم كله بقى موجود على الشبكة ديت، وان ناس كتير بتتواصل عن طريقها وبتكون جروبات وبتقعد تعمل مع بعضها تشات وبتقعد ترفع اخر واحدة صورها واخر واحدة فيديوهاتها ويتكلموا مع بعض ويقعدوا مع بعض، يعني كأنهم قاعدين مع بعض وجها لوجه. فدي الفكره بتاع الايه الفيسبوك، انها بتكون رابط وعلاقات اجتماعيه جديده. ويندوز لايف ده موقع تبع مايكروسوفت، بيتعلق بال سيرش انجن، يعني محرك بحث كمان زي ياهو جوجل. اليوتيوب اللي احنا عندنا عليه جوجل، بس مش جوجل مصر بقى، ده جوجل العام، جوجل دوت كوم بس، مفيش اي جي في اخره، هتلاقي هنا جوجل دوت كوم دوت اي جي، انما هنا دو جوجل دوت كوم بس، ده جوجل عام اللي هو ايه عام، يعني قصدي على مستوى العالم. رابيديت شير ده موقع بنعمل من عليه داونلود، موقع بترفع عليه الحاجات. يعني ايه ترفع؟ يعني تاخد الحاجه من على جهازك تحطها على النت، فلما تحطها على النت اي واحد في النت عارف مكانها يقدر يعمل لها داونلود، يعني يخليها عنده، فعن طريق كده الحاجه اللي عندك بتوصل للعالم كله. فدي الفكره، ان انا لما بيبقى عندي حاجه عارف الناس عايزاها، فاقوم حاططها على النت على اي موقع من مواقع التشيرنج زي رابيد شير وده اشهرهم، والناس تانية تعمل من عليه داونلود. مكتوب دي شبكة قوية جدا، مايكروسوفت نتورك اللي هو الام اس ان، ده بيتيح لك خدمات مختلفة، يعني موقع الام اس ان في خدمات شبه جوجل وفي خدمات شبه ياهو وفي خدمات بيتميز بيها هو. ماي ايشي ده منتدى مشهور جدا. بلوجر ده لو انا عايز اعمل مدونة على النت، لو سمعنا عن موضوع المدونين ده، ان انا اكتب مدونة واكتب رأيي، ويعني ابقى تقريبا صحفي بكتب رأيي في كل حاجة وببر عن كل حاجة. يلا كورة ده موقع عن الكورة، مصراوي دوت كوم. فهنلاقي مواقع كتير جدا تحت كل ما ننزل، دي كلها مواقع بيهتم بها المصريين بشكل عام. لو انا عايز ارجع واشوف المواقع اللي بيهتم بها ابناء بلد تاني، هشوف هرجع للمكان اللي انا كنت فيه حالا اللي هو توب سايتس باي كونتري واشوف المواقع دي. في حاجه بقى جلوبال اللي هو على مستوى العالم، اشوف اهم 100 موقع على مستوى العالم. باي لانجويج يعني عن طريق اللغه، يعني هحط لي لغات العالم وانا اختار اللغه العربيه مثلا. يبقى احنا قلنا اول حاجه هنراجعهم تاني، اول حاجه جلوبال ده ما جبناهوش، جلوبال ده انه هيرتب لي المواقع على مستوى العالم، يعني العالم كله مع بعضه. باي كونتري على مستوى دوله، يمسك لي دوله ويقول لي اهم 100 موقع فيه. باي لانجويج على مستوى اللغات، فانا هقوم داخل على العربيك، اقوم جايب من هنا جلوبال برضو نتفرج عليه، وبعدين جايب من هنا باي كاتيجوري كمان. باي كاتيجوري اللي هي رابع واحدة ديت، يعني عن طريق تصنيفات، كاتيجوري يعني تصنيف، فانا هيصنف لي المواقع تبع مواضيع معينة، يقول المواقع اللي بتتكلم عن موضوع الفلان، المواقع اللي بتتكلم عن موضوع الفلان، المواقع اللي بتتكلم عن موضوع الفلان. ده توب سايتس ان عربيك، اهم المواقع العربية، اكتر المواقع العربية اللي بيتم الدخول عليها على مستوى العالم. جوجل السعودية، جوجل مصر، مكتوب كورة،
جوجل امارات، برامج نت، دي في دي فور عرب، انت تيك ماشي 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 خلاص. وتحت كل موقع كاتب لك هو ايه له علاقه بايه، او بيبان كمان من اسم الموقع. خلاص بعد كده جلوبال توب سايتس، يعني اعلى المواقع على مستوى العالم. جلوبال يعني عالمي، فاعلى موقع على مستوى العالم هو رياه، وبعدين جوجل، وبعدين يوتيوب، وبعدين لايف. طبعا بنلاحظ ان في اختلاف ما بين المواقع على مستوى العالم كلها والمواقع على مستوى مصر والمواقع على مستوى اللغة العربية، يعني ترتيبهم بيتغير حسب كل حاجة، حسب المصريين بيخشوا على ايه، حسب اللغة العربية اي اشهر المواقع اللي بنخش عليها او اعلى المواقع اللي بنخش عليها، حسب العالم كله بيخش على ايه. خلاص فلاقي هنا مثلا جلوبال ده هشوف منه اكتر مواقع العالمية، يعني اكتر مواقع اللي فيها عدد اكبر عدد مشتركين، اكتر مواقع اللي بتقدم خدمات كويسة جدا لمستخدمي النت، واهم المواقع على مستوى العالم. هنا هلاقيه في الموضوع. طبعا ما بيبقاش في مواقع عربية في المية الاوائل غالبا. ده باي كاتيجوري، باي كاتيجوري هلاقي ايه حسب الموضوع. يعني مثلا لو انا عايز في الكمبيوترز، يعني مواقع متعلقة بالكمبيوتر، او مواقع متعلقة بالجيمز او الهيلز او الهوم، فانا اقوم جايب باي كمبيوتر. طبعا جوجل بيقدم خدمة قوية جدا اسمها خدمة جوجل فيديو، زي اليوتيوب كده، بس اليوتيوب فيه شروط معينة وبيحطها عشان تحط الفيديو عليه، انما جوجل فيديو لو كتبت على جوجل فيديو هيطلع لي، لو كتبت سيرش في جوجل وكتبت له فيديو هيطلع لي اول نتيجة اهو جوجل فيديو. هضغط على جوجل فيديو خلاص، فيكتب لي بقى مواضيع دي كلها حاجات في قلب الكمبيوتر، يعني مواضيع عن الكمبيوتر، مواضيع طبعا دي تهم المتخصصين يعني، بس هتلاقي فيها اهم المواقع بقى. يعني مثلا لو اخش على الانترنت هلاقي 52 نتيجة، كاتب له الرقم اللي جنبه ده يعني عدد النتائج المتعلقة بالموضوع ده. وضغطت على جوجل فيديو اهو هلاقي فيديوهات، لو انا عايز اعمل سيرش عن الفيديوهات بتاعت النت زي ما كنت بعمل سيرش كده في ياهو، زي ما شفنا ياهو، هلاقي ياهو فيديو بيعمل سيرش عن الفيديوهات. فهنا بيقول لي سيرش اول فيديوز ولا فيديوز بلايبل اون جوجل، يعني الفيديوهات اللي عندي بس اللي هي في جوجل فيديو، ولا الفيديوهات اللي في النت كله. خلاص طبعا الخدمة دي مكتوب جنبها بيتا، كلمة بيتا يعني تحت الانشاء، يعني تحت التجريب مش تحت الانشاء، يعني لسه ما بقتش خدمة رسمية. خلاص كمان هنلاقي في جوجل شوبينج، او زي ما لقينا ياهو شوبينج، هنلاقي في جوجل مابس، دي خدمة قوية جدا لو دخلنا عليه، خدمة جوجل بتاع الخرايط، بس محتاجة سرعة نت عالية شوية. كل الحاجات اللي احنا بنقولها ديت يعني لحد ما محتاجة سرعة نت عالية. بجيب انا الخريطه اللي انا عايزها وبنزل لبلدي، ولو عايز احدد موقع على الخريطه او اشوف مكاني، اشوف مكان البلد اللي انا عايش فيها بجيبه عادي يعني، واكون خريطه عن البلد واخد اكتر من صوره، صوره عن طريق القمر الصناعي وصوره عن طريق طياره، وهما بيحاولوا يحدثوا الحاجات ديت كل فتره. لو قعدنا كده نحرك بس نوصل لجمهوريه مصر العربيه، خلي مصر كده نعليها فوق شويه، وبعدين نقول له بقى ايه هنا، ده بتكبر الزرار البلس يعني يعمل زوم ان، والماينس يعمل زوم اوت، يعني انا عايز اقرب من مصر اكتر اقول له بلس. اقرب من مصر كمان اقول له بلس، بدأت مصر توضح اكتر كمان. طبعا الشكل ده هو شكل الخريطة، يعني الخريطة اللي احنا بندرسها في الجغرافيا. طب لو انا مش عايز عاجبني شكل الخريطة وعايز شكل الساتلايت، يعني الصورة اللي متاخدة بالقمر الصناعي بدأت على ساتلايت، هيحول لي الشكل الصورة دي حالا لشكل مصر باين كأني ايه شايفها من القمر الصناعي. بلس خلاص بقى تنين اقرب لحد ما اوصل، مثلا لو انا كنت من الزقازيق، او لو انا كنت من طنطا، او لو انا كنت من دوانهور او من المنصورة، بدخل على المكان اللي انا عايز اتفرج عليه وبلاقي صور، يعني مش عايز اقول واضح قوي بس الاقي صور للبلاد دي عادي. يعني ممكن طبعا انا اسحب الاخ ده يعني لو طلعته فوق كده، بس طبعا لو سحبته قوي هيقول لي انا ما عنديش صور بالوضوح ده،
اهو دي ارض زراعية يعني في بلد من البلدان. تاني انا ماشي لحد ما اشوف المنطقة اللي انا عايزها. خلاص بالشكل ده بشكل عام يعني انت لو ابتديتك تجرب وتحاول هتوصل للحاجة اللي انت عايزها او الخطة اللي انت عايزها. طبعا ده ينفع طلبة الجامعة وينفع ناس كتير اللي بتعتمد على الخرائط. هنا جاب لك مواقع، اعلى مواقع في الانترنت، اعلى مواقع في العالم بتتكلم عن موضوع الانترنت. طبعا الانترنت غير الانترنت، بس سيبنا الموضوع ده شوية. المهم يعني جايب لك الانترنت جورنال واليونايتد بلانت والمش عارف ايه، هتلاقي مواقع كتير بتتكلم عن الموضوع ده، بس دي اشهر المواقع. فانت بتلاقي مجال تخصصك، كل واحد بقى لما يخش على الكاتيجوري ديت يلاقي مجال عمله او الحاجه اللي هو بيحبها او الحاجه اللي هو بيفهم فيها. يدور ويشوف على مستوى العالم الناس بتفكر في ايه وبتقول ايه وايه احدث حاجه، فيبقى الموضوع ده مفيد جدا بالنسبه له. طبعا انا ركزت على الجانب المفيد للانترنت. طبعا في جانب ترفيهي وفي جانب سيء للانترنت وفي جانب يعني مشبوه وفي جانب يعني في جوانب كتير جدا للانترنت. في معاملات كويسه جدا عليه وفي معاملات سيئه جدا عليه، فانت حاول انك تستفيد بيه قدر المستطاع وتفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. لو سمعت من اي حد اسم اي موقع بتيجي وتكتبه في جوجل عادي وتتفرج على الموقع ده وتشوفه وتتصفحه زي ما احنا شفنا كده وزي ما احنا قلبنا مع بعض. ارجو ان الفيديو ده يكون خفيف عليكم ويكون لطيف يعني، يعني في فكرته ما حدش عملها، لانها بالنسبه لبعض الناس تافهه او بالنسبه مع الناس. وانت طب انت استفدنا ايه لما احنا اتفرجنا معاك على النت؟ استفدنا انك تاخد الفكره العامه لو ما كنتش قلبت على النت، فتزيل ما بينك الرهبه قصدي ما بينك وما بين النت، او ما بينك وما بين السيرش، او ما بينك وما بين جوجل، او ما بينك وما بين المواقع. شفت واحد قدامك بيقلب على المواقع عادي يعني الموضوع مش صعب او الموضوع ما فيهوش الرهبه اللي عند بعض الناس. طبعا في ناس ثانيه دخلت وشافت وتعلمت وبتاع، الفيديو ده مش معمول لها زي السلسله كلها. السلسله كلها معتمده على هل انت محتاج الموضوع ديت الموضوع دوت ولا لا. عشان كده احنا بنتكلم في مواضيع. انت لو الفيديو ده يهمك اتفرج عليه، ما يهمكش ما تسيبه. اخيرا شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم، واسف لو كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.